الرئيس السيسي يجدد العهد بحفظ مصر ومواصلة مسيرة البناء للنهوض بالبلاد. رئيس مجلس النواب الليبي يعلن حالة التعبئة والنفير العام ردا على التهديدات التركية. وسائل الإعلام السورية تقول إن 4 مدنيين قتلوا جراء غارات صاروخية إسرائيلية على ريف دمشق. موجز انباء السادسة صباحا ياتيكم من اكسترا نيوز، اهلا بحضراتكم. اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان ثورة 30 من يونيو لم تكن الا صيحة تعبير عن اقوى الثوابت المصرية واشدها رسوخا. وفي كلمته بمناسبة الذكرى السادسة لثورة 30 من يونيو اشار الرئيس الى ان ارتباط الشعب بوطنه يعلو اي انتماء او مصالح ضيقة لجماعات او جهات خارجية. جدد الرئيس العهد بحفظ وصون مصر والتضحية بكل غال ونفيس فضلا عن مواصلة مسيرة البناء والتنمية للنهوض بمصر على جميع المستويات. حمل رئيس اللجنة الأمنية في المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول جمال الدين عمر قوى الحرية والتغيير المسؤولية عن الخسائر التي وقعت بين المواطنين السودانيين بسبب ما أسماه التحريض على التوجه للقيادة العامة والقصر الجمهوري. وشدد على أن القوات النظامية لن تسمح بالإخلال بالأمن والتعرض للمواطنين وممتلكاتهم، وأعرب عن أمله في أن تصل المفاوضات لاتفاق نهائي خلال الأيام المقبلة. قالت وسائل إعلام سورية إن 4 مدنيين قتلوا بينهم طفل رضيع فيما أصيب 21 آخرون في قصف إسرائيلي على ريف دمشق ومدينة حمص جنوب سوريا. قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية إن الدفاعات الجوية أسقطت عددا من الصواريخ التي أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية في حمص ومحيط دمشق. أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيل صالح بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية حالة التعبئة والنفير العام على كامل ليبيا ردا على التهديدات التركية. يأتي هذا بعد أن أعلنت القوات الجوية الليبية تدمير طائرة تركية من دون طيار بمطار معيتيجا كانت تستعد لتنفيذ غارات على مواقع الجيش الليبي. حذرت الرئاسة الفلسطينية من النتائج والتداعيات الخطيرة التي ستترتب جراء استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الحفريات الجارية على مدينة القدس المحتلة. قالت الرئاسة إن الرئيس محمود عباس تواصل مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي من أجل التحرك لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية الخطرة التي تتصادم مع القانون الدولي ومع الحقوق الوطنية والعربية للفلسطينيين والمسلمين على تلك المناطق. وصفت كوريا الشمالية اللقاء الذي جمع الرئيس كيم جونغ أون ونظيره الأمريكي دونالد ترامب الأحد بأنه تاريخي ورائع. قالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إن الزعيمين توافقا خلال اللقاء الذي تم في المنطقة منزوعة السلاح على مواصلة الحوارات البناءة، مضيفة أن الرئيسين اتفقا على المضي قدما في حوار من أجل تحقيق انفراجة جديدة في إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية. تابعوا دوما مزيد من الأخبار عبر extranews.tv. إلى الملتقى.